على راديو أصوات ومباشرة في برنامج اللي كل أسرة كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونشطين. فكن نرحب بكم في الحصة دي اليوم اللي غادي يرافقني فيها الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. مع الدكتور عماد اليوم غادي نتكلموا على الشيب، على الأسباب ديالو، طرق العلاج أو الوقاية من بوصفات من الطبيعة. كنتم انتم من الشباب ولا من الشابات، من النساء ولا من الرجال اللي كتعانيوا من الشيب وربما حتى في سن صغيرة وكتقلبوا على حلول أو لبعض المواد الطبيعية اللي غادي تعاونكم على العلاج أو للوقاية. إلا كنتم انتم أيضا من الناس اللي جربتوا بعض الوصفات خديتوها من أصدقائكم، من عائلتكم أو من الانترنت، وهذه الوصفة عوض تحيد لكم الشيب زادت كثرته أو لربما كان عندها تأثير سلبي على الشعر ديالكم، فمرحبا بكم باش تواصلوا معنا على 05 22 77 24 24. صفحتنا الرسمية على الفيسبوك لكل أسرة. كنرحب سيف الدين بلغيتي اللي كيرافقني في الإخراج معكم المياء المساوي. نفتتح لقاءنا بالموسيقى أصوات ومباشرة برنامج لكل أسرة ورفيقي ككل يوم خميس الدكتور عماد ميزاب. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام أختي لمياء، تحية طيبة ليك وجميع الأخوات والإخوان اللي كينورونا في هذا النهار هذا. مرحبا، ونتمنى إن شاء الله نستفدوا مع بعضياتنا بحال ديما إن شاء الله تعالى. طيب دكتور عماد، اليوم غادي نتكلموا في الجزء الأول حول الشيب. الشيب مسألة اللي بزاف ديال الناس يقدروا ما كيتقبلوش، كاين اللي كيتقبلها وما عندوش مشكل وكاين اللي ما تتعجبوش. فمني كنتكلموا على الشيب عنده بزاف ديال الأسباب اللي كيخليه أنه يظهر ربما حتى في سن مبكرة. المسألة كتعلق بالوراثة كنظن. نعم، فالشيب هو الأساس ديالو أو السبب ديالو الرئيسي، فهو النقص ديال الزنك، النقص ديال الأملاح المعدنية في فروة الرأس، وحتى الشعر ديالنا ما كيبقاش فيه هذه الكمية كافية ديال الأملاح المعدنية وهي اللي كتعطينا هذا المشكل هذا. مسألة أخرى كيمكن كذلك يوقع نتيجة نقص في الميلانين، فالميلانين اللي ما كتبقاش عندها واحد الكمية معينة ديالها، واحد الكمية كافية اللي هي كتعطينا ذاك اللون، لأن الميلانين كنعرفوها في اللون الأسود، وهذاك اللون هو اللي كيضفي على الشعر ذاك اللون ديالو، وعلى حسب تلوين ديال البشرة فهو كيعطينا اللون على حسب تلوين ديال البشرة، يعني هنا كيمشي من أسود إلى بني، أشقار، يعني ألوان كثيرة. هذا من جهة. من جهة أخرى هو أن الأسباب ديالو أو الأسباب ديال الظهور ديال الشيب، فأول حاجة كما اشرتي ليه هو الوراثة. نعم، لكن في الوراثة أن هاد الأملاح هذه كتنقص في واحد المدة، ولكن في بعض الحالات اللي كتكون واحد الكمية ديال الزنك في هاد البلاصة هذه كتكون قليلة بزاف، أو ديك البصمة الوراثية كتولي كتعطينا هاد النوع هذا ديال الشعر أو هاد النوع هذا ديال الزغبة اللي ما كيكونش فيها اللون، فهذا كيكون مسألة اللي خص الإنسان يتعايش معه. كاين مسألة أخرى هو ظهور الشيب في سن مبكرة باستعمال بعض المواد الكيميائية. الإنسان كيمشي كيلتجأ لبعض الصباغات، لبعض المرطبات أو بعض الأدوات أو بعض المواد الكيميائية ديال الترطيب، تهي من المواد اللي كيمكن تأثر علينا، وتهي من المواد اللي كيمكن تحيد لينا داك الرصيد ديالنا ديال الزنك، وكيمكن تحرق داك الجذور، داك فين كاين الماء أو المسام، ما كتبقاش كتخلي المسام تشتغل بطريقة منتظمة، وهنا ما كتبقاش كتضخ، يعني ما كتبقاش كتعطينا الكمية كافية ديال الأملاح المعدنية والمواد المغذية. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك الاستعمال بعض الأدوية، فكاين بعض الأدوية مثلا كمضادات الاكتئاب أو الأدوية اللي كتكون عندها علاقة بالجهاز العصبي، فهي يمكن أنها تسبب لنا هذا المشكل هذا ديال الشيب. والعدم العناية الكاملة بالشعر حتى هي كيمكن تعطينا الشيب. علاش؟ لأن الشعر ما كيبقاش محافظ على الحيوية ديالو، ما كيبقاش محافظ على التماسك ديالو. نعم. طيب في الانترنت دكتور عماد كاينه مجموعة ديال الوصفات اللي كتستعمل باش أننا يعني الغرض منها هو نتخلصوا من الشيب. طيب السؤال، واش فعلا بوصفة اليوم ممكن نتخلصوا من الشيب نهائيا، أو شنو الغرض من أي وصفة كيف ما كانت؟ الوصفة هي توقيف التكاثر ديال الشيب. اما الزغبه الا شابت صافي راه ما بقاش فيها، كيفاش غنديروا الصباغه؟ يعني واش غادي تحل الزغبه وغادي دير فيها الصباغه من الداخل وتردها؟ كنقول حنا المسائل الطبيعيه، فلهذا انا دائما كنقول دائما خصنا نستعنوا بالصباغه الاخرى او الصباغه الطبيعيه. المهم
الشيب يصبغ ويكذب الكذاب اللي يقول ان الشيب هو ملي كدير ديك الوصفه داك يعاود عاوتاني ديك الشيبه اللي ولات بيضه غادي ترجع يعني ترجع طبيعيا. فهذه ما يمكنش لانها فقدات بحال عندنا واحد ديما كنقول لهم داك الانسان يتذكر داك لو ستيلو اللي كتكون فيه داك الداخل ديالو هذاك التعميره ديالو. نعم. فإلا مشات هذيك التعميره من الداخل فالستيلو كيبقى خاوي يعني ما كيمكنش اننا نديروا شي ماده او شي حاجه اللي غادي ترجع هذاك اللون ما عدا الا تصبغ. فإلا تصبغ كيتضرق هذاك الشيب وما كيبقاش. توقيف نعم. تاخير ديال ظهور الشيب نعم. فهذه كلها وصفات كيمكن انها دار ولكن باش هذاك الشعر اللي صافي جاه الشيب وبياضت فما كيمكنش انها ترجع للحاله الطبيعيه ديالها. نعم. طيب ملي كنتكلموا على التاخير ديال ظهور الشيب دكتور عماد شنو كتقصد به وشنو الحل باش ناخروا انه الشيب يبان لنا في الشعر ديالنا او لا في اللحيه عند الرجل مثلا؟ نعم. فالتاخير ديال ظهور الشيب هو انك كتعطي واحد العنايه مكثفه لفروه الراس ولا كتعطي واحد العنايه مكثفه للبشره ديال الوجه بالنسبه للرجال كتعطي كما كنقولوا حنا كتعطي كميه كبيره من المواد المغذيه وكميه كبيره من المواد اللي غادي ترفع لنا القيمه ديال هذاك الاملاح اللي هضرنا عليها ديال الزنك ديال الحديد كذلك. فحتى الحديد حتى هو كيدخل في التركيبه هذه ديال 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 ظهور الشيب وهذه المواد هذه اللي كتساعد باش كناخروا او باش كنوقفوا الشيب. طيب غادي نعطيو للمستمعات والمستمعين ديالنا اكيد وصفه دكتور عماد للمساعده. نعم. ان شاء الله في نهايه الحلقه خليكم معنا. دابا غنمشيو نفتحوا المجال الاسئله ديالكم 0522 77 24 24. زينب السلام عليكم. زينب اش اخبارك؟ لاباس اختي هذه من الدار البيضاء. مرحبا بك زينب. مرحبا. ما سميت زينب فاطمة الزهراء. سميتك فاطمة الزهراء؟ اه. واخا فاطمة الزهراء مرحبا بك. بارك الله فيك لاله. كي داير الدكتور عماد لاباس عليه؟ بخير اختي فاطمة الزهراء الله يبارك فيك. نشكرك على هذه المعلومات اللي كتعطينا والوصفات اللي كتعطينا الله يجازيك بخير. هذا واجب اختي مرحبا. الله يجازيك. انا خويا عندي داك الشيب عندي بداني براسي كله ما عرفتش واش نقدر نقول من الوراثه او ما ولا عندي شي حاجه ولا بغيت نعرف اختي الدكتور عماد من الناس. واخا شحال في العمر ديالك لاله فاطمة الزهراء؟ كبرت وليت مسنه راه وليت مرا كبيره. ياك. اه راني عندي دابا شي 60 سنه. ايوا 60 سنه باقي الخير. ايوا قلت اخويا ما بقاش ايوا كنكون دابا بوت مشكل دابا ولا عندي جيت النواظر ديالو بايدين بزاف ولا كيبانو مازال شويه الوسط باقي كحل ولكن النواظر تيشابو ليا. نسولك واحد السؤال ما كديريش الصباغه؟ لا لا داكشي ديال الاصباغ وداكشي ديال المواد اسمه ما كنديرهمش كاع. الا درت كندير شويه الحنه. حتى الحنه ما بقاش كنديرها دكتور. نعم. والحنه كي الا بغيتي ديري الحنه قولي لي الطريقه كيفاش كديري الحنه شحال كديري؟ كندير الحنه كنخليها كنشد ديك القصور ترمان نغليهم وكنخوضهم في الحنه وكندير داك شويه ديال القرنفل شويه ديال هذاك الخدامه وداك الشيء وكنخليهم نديرهم لشعري. ما كندير حتى شي حاجه نقولوا شي طبيعيه هذاك الشيء طبيعي ديال الطبيعه. لا عرفت غير هو الحنه مره كيمكن تنشف لينا الشعر وكيمكن هي اللي تهيج لينا الظهور ديال الشيب. ديال الحنه نديروها شويه قليله اذا نديروا واحد معلقه صغيره ديال الحنه وتزيدي معها ماشي مشكل واحد المعلقه كبيره ديال قشور الرمان مطحونين معلقه كبيره ديال السلميه ويتخلط هذا الشيء كامل يعني يتخلط بنص كاس ديال الماء صغير مغلي حتى يتخلط ويتدهن على الشعر وجلدات الشعر ويتخلى ساعة ونص ومن بعد كيتغسل يعني دار جوج المرات في الأسبوع وإن شاء الله غادي تعطيك نتيجة. وبالنسبة لتوقيف الشيب فخليك في الاستماع فغادي نعطي وصفة إن شاء الله لمساعدة في توقيف الشيب. شكرا لك فاطمة الزهراء. غادي ناخذوا رحيمة معنا من تاونات. السلام عليكم. عليكم السلام. أش أخبارك رحيمة لاباس؟ أنت بخير؟ مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله شكرا على هذا البرنامج والله الا كنستافدوا منه بزاف والله يجازيكم بخير ومبروك علينا هذا الشيء وهذه والحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. الله يمالك الحمد. هكا سيدي انا كان عندي الشيب هكذا في واحد الريسه في القدام ولكن انا ديجا عندي حيت لا تيغويد كومبلي. اييه اييه. وديجا حيت لو تيريس وكان عندي تا ان كونسير دو سا ولكن الحمد لله تشافيت منه. الحمد لله على سلامتك اللهم بارك. الله يبارك فيك الحمد لله. ولكن عندي تا زغبه الشعر ديالي عندي ماشي هكذاك كانت دابا عندي بحال اللي رقي وقا وكتشوك ليا. هكاك الجلده ديال الشعر. الزغبه ديال الشعر ديالي.
واخا وهذاك ولا تيغويت كناخذ ليفيروكس توت لافي. لا ديك لا داعي لديك الاسماء لما نذكروا الاسماء ديال الادويه لا ليفوتيروكسين دونك الماده الكيميائيه كناخذ الادويه ديال الغده الدرقيه طول حياتي. واخا الله يجيب الشفاء رحيمه. خليك في السيمانه ان شاء الله فغادي نعطي وصفه ان شاء الله لتكثيف الشعر وباش نردوا الحيويه للشعر اللي عندك فيه مشكل. الله يجازيك بخير. مرحبا بكم الوالدين. اهلا وسهلا رحيمه. هذا واجبنا. ناخذ وفاء من تطوان. السلام عليكم وفاء. عليكم السلام ورحمة الله اختي لمياء. شبارك لاباس عليك؟ بخير. الله يبارك فيك. يجيكم بخير على هذا البرنامج. انت والدكتور عماد. مرحبا بك. طاقم كامل صراحة إذاعة رائعة رائعة جدا. مرحبا بك وفاء أختي. هذا واجبنا. تفضلي. الله يجزيكم بخير. دكتور عماد السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. مرحبا. دكتور عافاك أنا كنت صغير غير نسولك. أنا عندي كندير الحنة وكندير معها القشور ديال البصلة على حسب التدرق ديال الشيب وهذا. ولكن اللي لاحظت هو ان الشعر ديالي بحال الزغبه سبحان الله العظيم بحال ولات زغبه اخرى كانت عندي رقيقه ورطبه دابا ولا شعري كله مشوك. واش من ديك يعني بغيت نستفسر واش من ديك يعني ديك الوصفه اللي كندير من الحنه مع القشور ديال البصله اللي تضرق الشيب ولا مع العلم ان الشعر ديالي انا كيتسقط بزاف. واخا اختي قلنا قولي لي شحال ديال الحنه كديري والطريقه ديال الاستعمال؟ الحنه دابا هكذا واحد المقدار ديال الحنه لان الشعر ديالي اصلا خفيف يعني ما كتكونش بزاف. ونشوفوا نعرفوا المقدار شحال مثلا شحال البصله كنطبخهم ونعملهم في ديك الحنه وكنقنشلل بهم شعري. حنه مطحونه؟ اي الحنه مطحونه دكتوره. وشحال كتخليها من المده؟ من ساعه لساعتين هكذاك كاع الماكسيموم ثلاثه السوايع يعني. ولكن انا اللي لاحظت ان الزغبه ديالي سبحان الله تبدلت مره يعني رجعت بحال الشعر مشوك مع العلم ان كان عندي رطب ونازل. لا شوف يعني كندهني بزاف دابا بحال معلوم غادي يشوك اختي. علاش؟ لان بعدا ديجا كتخليها ساعتين ثلاثه السوايع دونك الحنه خصك تخليها ساعه. هذا من جهه. من جهه اخرى حتى الكميه اللي كديري راه هي كميه كبيره بزاف دونك خصك يعني تاخذي معلقه صغيره ديال الحنه ولا من الاحسن ديري حنه وراق. تاخذي معلقه كبيره ديال الحنه وراق ما مطحوناش حنه وراق وغادي تزيدي عليها جوج معالق كبار ديال القشره ديال البصله القهويه ديك ماشي البيضه القهويه اللي على برا تكون مدقوقه ويعني مدقوقه مزيان وهذاك هذا الخليط هذا هو اللي تزيدي عليه كاس صغير ديال الماء مغلي تخليه حتى يطلق الليله من بعد صفيه ولي دهني به جلده شعرك وشعرك تخليه ساعه وتغسليه والعمليه غديريها جوج مرات في الاسبوع وتداومي عليها ان شاء الله والامور غتقادم مزيان. شكرا بزاف دكتور. الله يجزيكم بخير. اهلا وسهلا وفاء. مرحبا. هذا واجبنا. غزلان معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لالا غزلان اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ كلشي على خير الحمد لله. الله يطول عمرك. نتمنى تكونوا مزيانين. الله يكبر بك غزلان. مرحبا بك على اصوات. الله يطول عمرك. بارك الله فيك لالا. شكرا. انا بغيت نسول الدكتور. انا كنعاني من مرضي السيلياك. يعني بزاف الحوايج ما كناكلهمش وبليس دو سا عندي لاميني. يعني عندي لافيريتين ديما ناقصه واكوز هذا الشيء وعاد عندي واحد لانسوم اونيفو دو ليستوما يعني تاع لا فيتامين سي واللحم حيد. شعري كيف ما قالت الاخت دابا اللي قبل مني كانت عندي الزغبه ميدومه وهابطه ديغنييغمون ولا شعري لي غاسين كتحسي بهم شويه ميدومين يعني هما هذوك مي الشعره كلها ولات مشوكه وناشفه يعني اون فوا كنغسلو كيولي طالع بحال لا ما نعرفش شنو دايره وعاد وشيب شيب ونيفو شعري قدام. نعم فبالنسبه للشيب غادي نعطي وصفه في الاخر ديال الحلقه ان شاء الله. غير هو بالنسبه للشعر ديالك اللي متضرر هكا فهو كنعرفوا الله يشافيك اختي وي امين بارك الله عليك ويحيد عليك هذا البلاء ان شاء الله. ف هاد المواد اللي كتكون ناقصه كامله كتاثر اكيد ان فروه الراس غادي تاثر منها. حنا شنو غنديروا؟ حنا ما غاديش ناخذوها داخليا اذا ما غناكلوهاش ولكن نحاولوا نديروا واحد لو ماسك فيتاميني. اذا هاد الفيتامينات نحاولوا ندخلوها من الفوق من الفروه ديال الراس. اذا هذا الماسك هذا غادي يصلح كمرمم للفروه ديال الراس وغادي يصلح كمغذي للشعره وكذلك لتكثيف الشعر. اذا شنو غناخذوا في هذا الماسك فيتاميني؟ سهل، فيه مواد بسيطه جدا. غادي ناخذ واحد خزوه محكوكه، اذا جزره محكوكه
ياك واحد القرعه خضراء محكوكه ونص تفاحه محكوكه داكو يتحك هادشي كامل مزيان كنخلطوا عليه ثلاثه معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي داكو ها هو يتخلط مزيان الا بقى لينا منه غنخليوه في الثلاجه المهم حنا ملي نستعملوه ندخلوه للثلاجه مباشره باش نستعملوه الاستعمال الثاني اذا كنستعملوه جوج ديال المرات في الاسبوع اذا هذا الخليط هذا كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا وغير الماء ديالو يعني واخا يكون كيطيح ولا شي حاجه ماشي مشكل غير داك الماء راه مزيان نخليوه مده ديال ساعه ونغسلوه نديروه جوج المرات في الاسبوع ندوموا عليه مده ديال ثلاثه اشهر فهذا جميل جدا كيعاود يرد لنا الحيويه ديال الجلده ديال الشعر كيعاون الشعر ديالنا كيرمم الشعر وان شاء الله غادي تلقاي عليه نتيجه ان شاء الله. الله يسمعكم بزاف دكتور بارك الله فيك. مرحبا مرحبا بك غزلان على تواصلك معنا. غادي ناخذ السؤال ديال زينب من فاس. اهلا وسهلا زينب. اهلا وسهلا كي دايرين لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. لاله مرحبا بك. الحمد لله الله يبارك فيك الله يكبر بك. كي دايرين شويه؟ الحمد لله. كيداير دكتور عماد؟ بخير اختي ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. ايوا الحمد لله الحمد لله شكرا لكم. عافاك غير بغيت نسولك انا يعني مازال صغيره يلا عندي 29 عام وبدا لي الشيب هكا بدا لي المهم دابا يلا خرجت وحده ولكن خايفه يزيد يكبر عندي فوق القوله ديالي يعني يلا بدا كيبان ليا اول مره غادي نشوفه ولا دي شي يومين ولا ثلاث ايام بقيت كنقول اميلي واش دابا ماشي مشكل قولي درتي شي صباغه شي حاجه للشعر ديالك؟ ما هو في الحقيقه ما خليت ما درت قولي ما درتيش شي حاجه فشوف كاين حتى بعض المواد الكيميائيه اللي كدار للشعر ولكن ما عمره ما كان عندك هذا الشيء هذا في العائله ما كاينش شي عندكم؟ لا لا ما عندناش يعني الوالده ديالي حتى كبرت هكا عاد كيخرج لها شويه في هكا في النواظر ديالها وفي القدام وصافي هكاك هكاك واخا قول لي شحال هذه اخر مره استعملتي فيها شي ماده كيميائيه؟ هذه واحد الشهرين نعم فهنا يقدر يكون المشكل غير ديال مثلا واحد الماده كيميائيه اللي تصايبات او قد يعني اللي درتيها هي اللي درت هذا المشكل هذا ياك فهنا ان شاء الله خليك غنديروا نعطيو الوصفه في الاخر ديال الحلقه ديال توقيف الشيب وان شاء الله الامور غتكون بخير غير هو حولي اللي كتجن سؤال واحد اخر ليك يلا على حسب ولد اختي عافاك عندي كيتعرق بزاف يدو اختي كيبداو يقطروا هكا بالقطره ورجليه ما كيقدرش باش بحال دابا صنداله ولا شي حاجه كيبداو يزلقوا له يدو ورجلو وديتو للطبيب؟ ديتو للطبيب؟ لا ما عمرني ديتو للطبيب زعما بغيت نتشاور معاك شنو زعما شنو ندير له ضروري اختي خصو يمشي عند الطبيب ومن الاحسن يمشي عند الاختصاصي في الغدد اذا الغدد اللي غادي يكون احسن باش يعطيه بعض التحاليل اللي كدار وهما اللي كيبينوا لنا شنو هو هذا المشكل هذا لان كاين بزاف ديال الامور اللي كتكون عندها علاقه بالهرمونات اللي كتعطينا التعرق هذا ديال يعني ديال الايدي وديال الارجل. واخا شكرا عافاك على الوالده ديالي كيجيو هذوك لي بيفيد تشاليو فاش مشات زعما مشات منها الدوره الشهريه كتجي هذيك السخانه بزاف واش كاين زعما ليها شي حل ولا؟ غتاخذي لها السوجه مقليه ومطحونه غتاخذ فيها معلقه كبيره وتخلطها مع كاس ديال الياغورت وتولي تاخذها في الصباح. صافي واخا شكرا. صافي زينب بقى تسؤال. لا صافي شكرا لكم نهاركم مبروك. يلا مرحبا. الله يخصيك. مرحبا بك زينب وبالنسبه للاخوات اللي باغيين وصفه للمساعده على الحد من الشيب وايضا حتى الاعتناء بالفروه ديال الراس تابعونا وخليكم معنا ان شاء الله مازال غادي نقدموها لكم في حصه اليوم وكنذكر بان الرقم ديالنا 0522 77 24 24 غادي نجاوب ايضا على الاسئله ديالكم اللي توصلت بها عبر الفيسبوك صفحة ديال البرنامج لكل أسرة من بعد هذا الفاصل خليكم معنا. لكم اللقاء دائما على أصوات كنرحب بكم إلى يلا التحقتوا بنا في برنامج لكل أسرة مرحبا بكل الأسئلة ديالكم غادي نمشيو نفتحوا المجال للمستمعات والمستمعين اللي كيتواصلوا معي عبر صفحة ديال البرنامج لكل أسرة بغيت غير نقول لكم إلى ما قدرناش في الحصة نجاوبوا على كل الأسئلة راه ما تيسعناش الوقت كنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي كتكرر بزاف ديال المرات باش نكونوا كنردوا الخواطر ديال الجميع. غادي ناخذوا بشرى. بشرى اللي قالت لك دكتور عماد عندها مشكل ديال الشعر كيطيح بزاف وعندها فقر الدم وكتشرب الدواء ولكن بدون نتيجه لتساقط الشعر بغات شي حل اولا شي وصفه للمساعده. هي الوصفه اللي غنعطيو في النهايه ديال الحلقه كدكتور عماد غنعطيو وصفه للشيب وغنعطيو ايضا وصفه للتقويه ديال الشعر ومعالجه خصوصا الفروه وهذه الوصفه غادي نكونوا جاوبنا بها على كاع الاسئله ديالكم. عندنا الاخت نصر
المازلي اللي كتقول لك دكتور عماد عندها الزيت عندها ماشي عندها بنتها شعرها ناشف وبغات تدير لها شي نوع ديال الزيت باش تنصحها. دونك البنيته غدير لها معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، معلقه كبيره ديال زيت لوز الحلوم، وتخلطهم مزيان تولي ديروا لها كاسيروم كل صباح تمشي طلبي الشعير ديالها وتخليهم ليها وتداوم عليه. نعم. طيب فاطمه الزهراء كتقول لي عافاك جاوبيني. طيب فاطمه الزهراء بالنسبه للسؤال ديال الشعر كيطيح بزاف وخفيف خصوصا من القدام، حنا غادي دكتور عماد غيعطينا وصفه. نعم. ان شاء الله. عندها سؤال ثاني كيخص ضيق التنفس والكحه وصدرها عامر قالت لك وكنستعمل الرابوز وعاد انها كتعاني من خمول الغده. فانا كيخصها تتبع بعد الادويه ديالها. والمساعده غتاخذ معلقه كبيره ديال مرد الدوش، معلقه كبيره ديال البابونج، وثلاثه ديال الوريقات ديال الويزر، غادي تخلطهم كاملين يعني تطحنوا وتولي تاخذ نص معلقه صغيره من هذا الخليط ديروا في كاس كبير ماشي صغير، كاس كبير ديال الماء مغلي حتى يطلق وتولي تشربوا كل ليله. اخوان كيسولوك دكتور عماد على وصفه لتبييض الاسنان وازاله داك الاصفرار منها. نعم. تبييض الاسنان غناخذوا معلقه كبيره ديال الزعتر مطحون، معلقه كبيره ديال الخروب مطحون، ومعلقه كبيره ديال الخزامه مطحونه. خلطوا هاد المكونات هادو كاملين وغادي نوليو كنديروا شويه في الشتاء مع معجون الاسنان وكنحكوا به الاسنان ديالنا وكنغسلوهم وكنداوموا عليه. نهيله دكتور عماد كتقول لك عندي الشعر ناشف بزاف ومتقصف، قالت لك درت ليه الترطيبه ولا اكثر من هاد الشيء، ولا ناشف اكثر ومتقصف اكثر، قالت لك عافاك دكتور عماد واش تعطيني شي وصفه ولا شي زيت باش نعالجه الله يكثر خيرك. اذا بالنسبه للشعر اللي كيكون متقصف بزاف كيخصنا ناخذوا نديروا ليه واحد الماسك اللي غيتغسل، ناخذوا معلقه كبيره ديال العرعر مطحون وناخذوا معلقه كبيره ديال اليزير نخلطوهم ونوليو نديروا معلقه صغيره من هذا الخليط هذا في كاس صغير ديال الماء المغلى ونحطوه فوق العافيه تيغلى مزيان ونوليو نشقوا به شعرنا ساعه ومن بعد نغسلوه، وكل مره غنحتاجوها كنديروا هاد الخلطه هذه، كنستعملها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال ثلاثه اشهر. سكينه كتقول لك عندي القشره بزاف في شعري بحال الشكل ديال النخاله، واخا كنغسل شعري كتبقى ليا، واش كاين شي حل؟ نعم. فهنا غتاخذ معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه وغادي تطبخها في كاس كبير ونص ديال الماء حتى تطبخ مزيان، ومن بعد تولي كتشقق شعرها بهذا الخليط هذا وتخليه ساعه وتغسلو. العمليه غديرها جوج مرات في الاسبوع وتداوم عليها مده ديال ثلاثه اشهر. الاخت خديجه كتسولك دكتور عماد على وصفه للقولون العصبي او الخلعه. نعم. فغادي ناخذ معلقه كبيره ديال النبق مطحون، معلقه كبيره ديال النافع مطحون، معلقه كبيره ديال الزعتر مطحون، وهاد المكونات كاملين كنديروا معلقه صغيره منهم في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق وكنشربوه في الصباح وفي الليل وكنداوموا عليه مده ديال ثلاثه اشهر. طيب غادي ناخذ السؤال ديال فاطمه من الصويره ومن بعد سعيد من مراكش. فاطمه السلام عليكم. اش اخبارك فاطمه لاباس؟ لاباس الحمد لله. تفضلي لاله مرحبا. انا بغيت نسول الدكتور الله يخليك في واحد الوصفه فيها القشور البرتقال وازير والويزه، بغيت عندي الدوان في الكرش ديالي الصباح. كيفاش كتسول؟ حيت ما عرفتش العبار شحال غادي ندير. واخا عاودي قول لنا المكونات الله يخليك. البرتقال، الويزه، ازير، الزيت نور الشمس. نعم. فقشور البرتقال غديري قشر برتقاله وحده. اليزير غتاخذي منه معلقه كبيره. ايه. وشنو الماده الاخرى المكون الاخر اللي قلتي لنا؟ الويزه. الويزه خذي اربعه ديال الوريقات ديال الويزه ديريهم في كاس صغير ديال زيت نوار الشمس، حطيهم فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، ومن بعد كتخليه ليله وتصفي هذاك الزيت، وذاك الزيت كتولي كديري بها مساج كل ليله وكتباتي بها وان شاء الله تعطيك نتيجه. طيب غادي ناخذ سعيد معنا من مراكش. السلام عليكم سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله. اش اخبارك لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي بارك الله فيك. كل شيء في امان الله. السلام عليكم وعلى الدكتور عماد. وعليكم السلام اخي. تحية طيبة. الله يجازيك بخير، انا تنعاني من الدار ضمني الدار، الله يجازيك بخير. شي الا كان شي وصفة دكتور الله يرحمه. الدار شنو عندك، شنو المشكل عندك في الدار ديالك؟ اسيدي برنامج ما تقدرش سميتو نبقى واقف ما تيدوزني حتى
تحنى شويه حتى كتحنى. واخا مشيتي عند الطبيب شتي هذا المشكل هذا؟ اي مشيت عند الطبيب اش قال لك؟ درت واحد الراديو خرجي بلاكه ودار لي ضرب لي واحد الشوكه ولكن قال لي عطي الراحه دابا فات نص سيمانه هذه عطيت الراحه ولكن حتى تنقول غادي تضرني من الورك من الورك ديالي تيهود لي داكشي هكا خاصني تنتحنى. ياك ما كنتش شي تقل ولا شي حاجه؟ وا الا كان شي حاجه من فايت ما سميتهم دابا ما باقي تنهز والو. ايوا واخا شوف غادير هاد الوصفه هادي غاتاخذ فيها كافوره بلديه. نعم غاتاخذ كافوره بلديه. كافوره بلديه ايه معلقه صغيره ديال الزعتر. نعم معلقه صغيره ديال الزعتر. معلقه صغيره ديال الزعتر سي سعيد سمعتي؟ معلقه صغيره ديال الزعتر، معلقه صغيره ديال الزعتره، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوا فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه، نخلطوا هاد المكونات، كنخليهم ليله، من بعد كنصفيوا هاد الزيت، وهاد الزيت كنوليو كندهنوا بها، كنوليو كندهنوا بها الاماكن اللي عندنا فيها هاد المشكل هذا. وان شاء الله تعطيك نتيجه ان شاء الله. حنا غادي نواصلوا معكم دائما على راديو اصوات ديالكم اللي كتبتوا علينا على صفحه ديال البرنامج لكل اسره، او ممكن ايضا عبر الرقم ديالنا 0522 77 24 24. سو كاينه كتسولك الدكتور عماد واش الحريقه الحرشه كتكون عند العطار؟ عند العطار تكون يابسه هي راه كاينه، انما الا ما كانتش يابسه وكانت طريه ممكن تستعمل ماشي مشكل. غنديروا ثلاثه ديال العريشات ديالها طريه غير ردوا البيرغس نشدوها بشي حاجه لان كتحرق تلسع. وهذيك الماده اللي فيها هذيك الماده المقاومه هي اللي كتصلح الفروه ديال الراس، وهي اللي كتصلح لهذا المشكل هذا ديال تساقط الشعر. طيب فكنديروا ثلاثه ديال العريشات وكنبدلوها بمعلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه اللي كتكون يابسه مطحونه ويابسه. واخا سناء كتقول لك دكتور عماد واش وصفه ديال اللفت مزيانه للاطفال؟ مزيانه، فهي اصلا وصفه اللي عطيناها للاطفال في الاول، وحتى الكبار كيمكن لهم يستعملوها، وصفه اللي مزيانه اللي غتعطيها واحد النتيجه زوينه. عندنا ايضا سؤال ديال لطيفه من مدينه فاس على الخط، مرحبا بك. السلام عليكم. اش اخبارك لطيفه؟ لاباس؟ لاباس عليك اختي بخير. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا بك الحمد لله. ربي يخليك اختي. عندي الولد عنده 12 عام القشران عنده بحال مخالق الشعر. ديتو عند الطبيبه لطيفه ولا لا؟ ما ديتوش اختي والله، ما ديتو مع القرايه مازال ما ديتو. نعم. فالقشره شوف يمكن لك تستعملي له الوصفه اللي عطينا، تاخذي ليه معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه، هذه وصفه للاطفال، معلقه صغيره ديال الحريقه الحرشه و10 ديال الوريقات ديال 10 ديال الوريقات عفوا ديال النعناع اللي غادي يكون طري، وهي اللي كنديروا عليها كاس صغير ديال الماء كنحطوه فوق العافيه حتى كيغلى مزيان، من بعد هذا الخليط هذا كنحاولوا اننا ندهنوا على الجلده ديال الشعر ديال الوليدات والشعر ونخليه ساعه ومن بعد نغسلوه، والعمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها. طيب غادي ناخذوا سميره من مدينه مراكش، مرحبا بك سميره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سميره لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سميره مرحبا. كيداير الدكتور عماد لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك، الله يبارك فيك اختي. عافاك الدكتور عماد، عندي سؤال لك اللي جاتك بخير. اييه شنو السؤال ديالك؟ عافاك عندي وليد عنده عام وثلاث شهور. اييه الله يخليه لك تبارك الله. خرجت ليه شي كزيمه في الحجر ديالو. اها. ومشينا دينا عند الطبيب قال لينا راه الكزيمه تركب عليها الميكروب. اها وعطاكم الدواء ديال الميكروب ولا ما عطاكمش الدواء؟ عطانا الدواء، عطانا انتوبيوتيك وعطانا جوج بومادات، ولكن داك الشيء كيعطيه صداع ما كاينهش. هكاك وقلت دكتور عماد الا كاينه شي حاجه عافاك تنحني بها، حيت عندنا تريتمون غدا قال لنا ترجعوا نشوفوا حتى الغدا زعما، ولكن داك الشيء كيعطيه صداع. الله يجازيك بخير. واصداع اختي خصو تاخذوا له الزيت ديال البابونج. زيت البابونج. زيت البابونج وكدهنوا ليه زيت البابونج سمعتيني؟ وهي اللي سميتو اللي غادي تعاونوا على هاد على تهمد عليه شويه هاد الحريق، ولكن ضروري كيخصو الدواء ديالو، ضروري كيخصو يمشي عند الطبيب اختي. وبالنسبه للدكتور عماد داكشي كينطق لي غادي وكينطق لي في الجسم ديالو. فإلا عطاه الدواء ان شاء الله راه ما غاديش يبقى يسرح، ما تخافيش منه. صافي دكتور عماد شكرا لك. مرحبا 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 بك مرحبا بك سميره معنا. كنظن بانه زيت البابونج دكتور عماد بحال كتهم ديك الحكه ولا حيت هي مضاده للحساسيه، دونك هي فيها الكامازول اللي هي كتكون مضاده للحساسيه ومرممه، وهي اللي غادي تعاون ان شاء الله باش يعني باش
باش يشافي شويه هاد الامور هادي. نعم فاطمه كتقول لك بنتها في العمر ديال 24 سنه كان جاتها كورونا وبرات منها، ولكن مني مشات ليومنا هذا باقي عندها مشكل ديال الدق وديال الشم، يعني ما كتشمش مزيان ما كتدقش مزيان، والشم كتشم غير الروائح الكريهه. قالت لك بحال كتوهم وبغات شي وصفه، قالت لك شنو ممكن دير، خايفه واش غادي يرجع ليها الشم اولا غتبقى بحال هكا دائما. هذا مشكل اللي واقع بزاف ديال الناس دكتور عماد. نعم فشوف هذا هو المشكل، هذا هو الاساس ديال كوفيد 19. هذا هو علاش ولا واحد الفيروس مجهول، لا في الاعراض ديالو لا شنو كيعطي لا شبه، ماشي هو بحال الفيروسات الاخرين اللي كنعرفوا الاعراض ديالهم وكنعرفوهم حتى المده ديال الشفاء ديالهم شنو هو. فاللي كيشكل دابا هوس عند الاطباء وخاصة يعني الناس اللي كيشتغلوا في المجال ديال الأوبئة أو الأطباء ديال الجهاز التنفسي ولا الأطباء الباحثين ولا حتى الصيادلة كذلك الباحثين. فهذا هو المشكل، هو ما يسمى بلو بوست كوفيد. كوفيد كيجي كيدخل الجسم كيجلس فيه 10 ايام حتى ل 15 يوم كيخرج في حالاته، ولكن ما دوك الالتهابات وداك الشيء اللي كيدير كوفيد في الداس ديالنا كل واحد وكيفاش كتبان عنده. كاين كاع اللي لا قدر الله كيركب عليه مرض مزمن بحال السكري، كاين اللي كيبقى عنده الضغط مرتفع، كاين اللي كيطيح ليه الشعر، كاين بزاف ديال الامور. كاين اللي كتبقى فوق الكحه والضيقه ديال الصدر مده طويله. كاينين الناس اليوم 6 شهور و 8 شهور باقي الشم والضوق ما رجع لهمش. فوالا يعني حنا ما كنعرفوش هذا الفيروس، مازال ما كانش واحد الدراسه يعني اللي مؤكده. حنا راه لازلنا في الدراسه ديالو، راه هادشي علاش دابا تلقيح دائما، كاين الحمله ديال التلقيح ودائما كاين التلقيح. فهذا هو الاساس في هذا الامر. هذا انا اللي غنقول الاخت انها تراقب غير الصحه ديالها، ان الرئتين راه مزيانين، ان الامور الصحيه ديالها يعني التحاليل ديالها مزيانين، الكلاوي مزيانين، ضغط الدم، داء السكري، الامور الاخرى. فحاسه الشم او الذوق فمع الوقت غادي ترجع. يعني كل واحد وكيفاش كيستجب الجسم ديالو. يعني علاش؟ لان هذا المشكل هذا ديال الذوق والشم لا علاقه له بان المناخ تسدو، لا هذا عنده علاقه، هذه اللي اكدوا يعني اخر المعطيات كتاكد بان هذا مساله ذهنيه او مساله على مستوى ديال الدماغ. واحد الباحه اللي ما كتبقاش تفرز واحد الماده، وهذه هي اللي كتخلي ان الشم ما كيبقاش والذوق ما كيبقاش. طيب دكتور عماد باش نختموا معاك بجوج ديال الوصفات، وصفه اللي مساعده على تقويه الشعر وعلاج فروه الراس، ووصفه للشيب. بزاف ديال الناس اللي صيفطوا بزاف ديال الرسائل دكتور عماد، كاين اللي كيقول لك بدا الشيب من 18 سنه، كاين اللي بدا في الثلاثينات، كاين اللي بدا في الربعينات، كاين اللي كيبدا غير من الجناب فقط والشعر تيبقى كله كحل، وكيخاف من بعد انه ينتشر ليه داك الشيب. فغتقدم لينا جوج ديال الوصفات. فالوصفه الاولى غتكون واحد الوصفه اللي فيها واحد الماده جميله جدا اللي هي الموتاغد. موتاغد نعم، موتاغد فيها واحد المواد مهمة في تركيز الزنك، مواد اللي كتغذي الفروة ديال الراس وكتخلي حتى المسام كتفرز الدهون بواحد الطريقة منتظمة. هذه من جهة. المادة الثانية هي فيها لاكفيرسيتين اللي هي زيت الحبة السوداء، ودائما كنصح بها الناس اللي عندهم مشكل ديال الشيب. والمادة الثالثة هي البيض ديال البيض، فيه ليزوزيم اللي هو واحد المادة مهمة جدا في التغذية ديال الفروة ديال الراس، ومهدة اللي كتعطينا ذاك اللمعان ديال الشعر ديالنا. إذا غناخذوا بيض بيضة، معلقه صغيره ديال زيت الحبه السوداء، ونص معلقه صغيره ديال الموتاغد. الموتاغد اللي كنستعملوا في المطبخ ماشي مشكل. القينه الخردل البودره غيكون مخير، غيكون احسن اذا لقينا الخردل البودره، يعني لا موتاغد اون بودغ بودره، فراه كاين المشابه اللي كتبيعها. اذا في هذه الحاله غناخذوا معلقه صغيره ديال الخردل البودره، معلقه صغيره ديال زيت الحبه السوداء، و غادي ناخذوا بيض بيضه، نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين حتى يتخلطوا مزيان، وكندهنوهم كماسك للشعر ديالنا، الجلده ديال الشعر، والشعر ديالنا كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، كنا نديرو على الاقل مره في الاسبوع اللي ما قدرش يديرها جوج المرات، ونبقاو مداومين عليها، يعني ما غاديش نعطي واحد المده محدده حتى كنحسوا بالشعر ديالنا كيرجع الحيويه ديالو وكيتوقف الشيب، ما كيبقاش اذا ما كتصبغش كتوقف الشيب دكتور عماد. نعم واخا. بالنسبه للوصفه لتقويه الشعر، تقويه الشعر فغادي ناخذوا ورقه ديال سيدنا موسى، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال اليزير. اذا معلقه صغيره ديال اليزير، معلقه صغيره ديال الزعتر، وورقه ديال سيدنا موسى، كنزيدوا عليهم نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه، كنخليوه ليله، ومن بعد
كنصفيو هذا الخليط كندهنوا به جلده شعرنا وشعرنا كنخليه ساعه وكنغسلوه. العمليه غنديرها جوج مرات في الاسبوع وكنداوم عليها مده ديال 3 اشهر. شكرا لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك دكتور. الصفحه الرسميه ديالي على الفيسبوك جرين فار او القناه ديالي على اليوتيوب دكتور عماد ميزاب او رقمي يعني 0661 28 99 78. شكرا لك دكتور عماد، الموعد كيتجدد معك الاسبوع ان شاء الله اختي. ان شاء الله.